بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع حسابات الشبكة بطريقة المسار الحرج. بعد ما تعلمنا رسم الشبكات سواء كانت بطريقة المستطيلات أو بطريقة الأرو دايجرام اللي هو طريقة الأسهم، الآن نأتي إلى حسابات الشبكة من أجل أنه نحسب إيش قد راح يكون عندنا زمن المشروع. فلو فرضنا أنه فعالية معينة تبدأ بزمن معين، تبدأ في تاريخ معين اللي هو في اليوم رقم 1، وكان مدتها هو 5 أيام، سوف تنتهي في اليوم رقم 6. ولو تأخرت هذه الفعالية عن الوقت المقرر لها اللي هو اليوم رقم 1 وبدأت في اليوم رقم 2 أو في اليوم رقم 3 لسبب ما، فإنها سوف لن تنتهي في اليوم رقم 6. فإذا راح يكون عندنا لو فرضنا بدايتها هو في اليوم رقم 2 ومدتها هو 5، فإذا 2 زائد 5 راح يكون 7، تنتهي في اليوم رقم 7. ولو بدأت في اليوم رقم 3 وكانت مدتها هي 5، فإذا 3 زائد 5 راح يكون عندنا تنتهي في اليوم رقم 8. فإذا هذه الأزمنة تسمى بأزمنة البداية المبكرة والنهاية المبكرة، وأزمنة البداية المتأخرة والنهاية المتأخرة. فإذا ماذا نقصد بالبداية المبكرة أو ما تسمى بالإيرلي ستارت؟ هو أول زمن يمكن أن تبدأ فيه الفعالية، مثل مثالنا اللي هو في اليوم رقم 1، هاي تسمى بالإيرلي ستارت. والنهاية المبكرة هو الإيرلي فينيش اللي هو الإي أف، راح يرمزله هو الزمن الذي ينتهي فيه النشاط إذا بدأ بداية مبكرة. في مثالنا لو بدأت بداية مبكرة في اليوم رقم 1 ومدتها كان الفعالية أو الديوريشن مالتها كان 5 أيام، فراح تنتهي في اليوم السادس. In general فإذا الإيرلي فينيش راح يساوينا الإيرلي ستارت زائد الديوريشن، اللي هي الإيرلي ستارت مثلا 1 زائد 5 راح يكون 6. فإذا الدي هنا تمثل الديوريشن أو زمن تنفيذ الفعالية. أما إذا بدأت الفعالية بداية متأخرة اللي هو ليت ستارت، اللي هو راح نرمز لها اختصارا ال اس، هو آخر موعد يمكن أن تبدأ فيه الفعالية لسبب ما ممكن أنه تتأخر، فيسمى بالليت ستارت. أما النهاية المتأخرة اللي هو ليت فينيش، فراح نرمز لها بال اف، هو الزمن الذي ينتهي فيه النشاط أو الفعالية إذا بدأ بداية متأخرة. فلو فرضنا أنه البداية المتأخرة كانت عندنا بدل ما يبدي النشاط أو الفعالية في اليوم رقم 1 بدأ في اليوم رقم 2، فإذا راح تكون بدايته رقم 2 اللي هو الليت ستارت. أما الليت فينيش فراح تكون عندنا 2 زائد الديوريشن، لو فرضنا الديوريشن هي 5 فراح يكون ينتهي في اليوم السابع. فلذلك ان جنرال انه الليت فينيش راح تساوينها الليت ستارت زائد الديوريشن. فلو كانت الليت ستارت عندنا هي راح تكون 2 زائد الديوريشن هو 5، فراح يكون عندنا الليت فينيش اللي هي مقدارها 7. اذا هناك بدايتين، وحده تسمى بالبدايه المبكره والثانيه تسمى بالبدايه المتاخره، وعندنا نهايتين، وحده تسمى بالنهايه المبكره والأخرى تسمى بالنهاية المتأخرة. هذين الفرق بيناتهم يسمى بفترة السماح الكلي اللي هو Total Float of Activity اللي هو TF راح نرمزها، وهي الفترة المسموح بها للفعالية بأن تتأخر دون التأثير على زمن المشروع، ويكون حسابها بالطريقة التالية. فإذا Total Float هي الفرق ما بين البدايات اللي هي البداية المتأخرة ناقص البداية المبكرة، أو الفرق ما بين النهايات اللي هي النهاية المتأخرة ناقص النهاية المبكرة، على اعتبار هذه القيمة أعلى من هذه، المتأخرة تكون أعلى من المبكرة. فلذلك هذا ممكن أنه نحسب من هذه المعادلة مقدار التوتال فلو. ففي مثالنا اللي فرضناه بالبداية، لو فرضنا أنه البداية المبكرة كانت 1 البداية المتأخرة كانت 2، إذن الفارق قد راح يكون 1. وكذلك بالنهايات، النهاية المبكرة والنهاية المتأخرة راح تكون عندنا
يعني راح تكون عندنا 5 و6، الفرق بيناتهم راح يكون أيضا 1. فإذا هذا الفارق يجب أن يكون متساوي سواء بالبدايات أو بالنهايات، يمثل لنا قيمة التوتال فلو. فترة السماح الجزئي اللي هي الفري فلوت اوف اكتيفيتي اللي راح نرمزلها بالاف اف، هي الفترة المسموح بها للفعالية أن تتأخر بدون أن تؤثر على بداية الفعالية التي تليها. فمعناها حتى نحسب الفري فلوت لأي فعالية لازم أعرف الفعالية التالية إيش قد مقدار الـ early start مالتها، فالـ early start of succeeding activity ناقص الـ early finish مالت الفعالية اللي أريد أحسب لها الـ free flow. فإذا الـ free flow في أي فعالية حتى أحسب فترة السماح لكل فعالية بحيث ما تأثر على الفعالية التي تليها، فلازم أعرف الـ early start مالت الفعالية التي تليها ناقص الـ early finish مالت هذه الفعالية، فأحسب بذلك فترة السماح الجزئي أو ما يسمى بالفري فلوت اللي برمزنا بالـ FF. هناك فعاليات ليس لها فترة سماح جزئي وليس لها أيضا فترة سماح كلي، تسمى بالفعاليات الحرجة. قيمة التوتال فلوت والفري فلوت تساوي 0. فإذا الفعاليات الحرجة أو الفعالية الحرجة الكريتيكال أكتيفيتي هي الفعالية التي ليس لها فترة سماح كلي ولا جزئي، أو التي لها فترة سماح يساوي 0، يعني قيمة التوتال فلوت والفري فلوت يساوي 0. والمسار الذي يمر بهذه الفعاليات الحرجة يسمى بالمسار الحرج اللي هو الكريتيكال باث، هو المسار الذي يمر بهذه الفعاليات الحرجة، ويعتبر هذا المسار هو أطول مسار في الشبكة. ومن خلال هذا المسار ممكن تحديد زمن المشروع، حيث زمن هذا المسار هو يمثل زمن المشروع، أكبر زمن من أكبر زمن في مسارات المشروع، فيمثل زمن المشروع. تمثيل الحسابات على المخططات الشبكية يعتمد على طريقة اللي راح نرسم بها المخططات الشبكية سواء كانت المستطيلات أو الأسهم. ففي حالة المستطيلات أو النود دايجرام راح يكون عندنا هذا هو المستطيل مالت الفعالية، راح نقسمه أفقيا بهذا الشكل إلى 3 رو أو 3 أسطر، وعموديا راح نقسمه بهذا الشكل، بالمنتصف نقسمه قسمين وفوق نقسمه إلى 3 أقسام وتحت 3 أقسام. فراح يكون عندنا هنا نخلي الـ early start البداية المبكرة، وهنا راح نخلي الـ early finish النهاية المبكرة، هنا راح نخلي الـ late start اللي هي البداية المتأخرة جوا، وهنا راح نخلي الـ late finish اللي هي النهاية المتأخرة. هنا راح نخلي التوتال فلوت على اعتبار التوتال فلوت هي تساوي الفرق ما بين الليت ستارت ناقص الايرلي ستارت، والتوتال فلوت تساوي ان الليت فينش ناقص الايرلي فينش. هنا راح نخلي الفري فلوت اللي هي تساوي الفرق، حتى نحسب بهذه الفعاليه الفري فلوت اللي هو الفرق ما بين الايرلي فينش، العفو الايرلي ستارت للفعاليه التاليه ناقص الايرلي فينش لهذه الفعاليه. وهنا راح نخلي اسم الفعالية الاكتيفيتي، وهنا راح نخلي الديوريشن. اما بطريقة الاسم الارو دايجرام، فهنا عندنا هذه الفعالية ممثلة بحدث البداية رقم 10، وهذا هو السهم مال الفعالية، وهذا اللي هو حدث النهاية بالرقم 20. هنا راح نخلي اسم الفعالية الاكتيفيتي، وبالاسفل السهم راح نخلي الديوريشن زمن تنفيذ الفعالية. داخل القوس هنا راح يكون بالبداية الايرلي ستار، وهنا الايرلي فينش، وجوه بالأسفل راح نخلي النيت ستارت والنيت فينش، وهنا راح نخلي بالأعلى مثل ما خلينا هنا بالأعلى الفري فلوت، وهنا بالأسفل راح نخلي قيمة التوتال فلوت. هذا يكون في حالة الأرو دايجرام، وهذا يكون في حالة النود دايجرام.